هل يتدخل الفيفا ما هي حقيقة تصعيد الأهلي لأزمة حسين الشحات والشيبي؟ هناك استغلال للقضية، محامي حسين الشحات يكشف آخر تطورات أزمته مع الشيبي. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. هل يتدخل الفيفا ما حقيقة تصعيد الأهلي لأزمة حسين الشحات والشيبي؟ كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تصعيد أزمة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم ضد المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز خلال الساعات الماضية. وكان الشيبي تقدم بشكوى رسمية ضد الشحات ومثل أمام النيابة العامة، حيث أشار في شكواه تضرره من تعدي اللاعب ضده بالصفع خلال مواجهة الفريقين بالدوري المصري الممتاز. ودخل الشحات في مشادة قوية مع اللاعب المغربية عقب مواجهة الفريقين بالدوري والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة، حيث صفع لاعب الأهلي النجم المغربي وهما التقطته كاميرا المباراة. هناك استغلال القضية، محامي حسين الشحات يكشف آخر تطورات أزمته مع الشيبي. علق أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات لاعب فريق الأهلي على موقفه من أزمة محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز. وقال عبد العزيز في تصريحات عبر برنامج على مسؤوليات المذاعة على قناة صدى البلد: كنت أنتظر من محمد الشيبي الاعتذار للأهلي وجماهيره عما بدر منه من سباب ولعان. الجميع رأى مباراتي الدوري والسوبر ووصل. نحن جميعا نعلم أنها مشادات ملاعب، وحتى الآن لم يتم إعلامنا بأي إجراء قانوني، وصلح تم بين اللاعبين على الهواء. وأضاف: أين اعتذار محمد الشيبي للاعبي الأهلي وجماهير النادي؟ لكن حق التقاضي متاح للجميع، وسنطلب الاستعانة بالفيديوهات وشهادة لاعبي الأهلي وبيراميدز وتقرير مراقب المباراة حال وصول دعوة قضائية ضد اللاعب. واختتم: أرى أن هناك استغلال القضية نظرا لأن حسين الشحات من نجوم مصر حاليا. أول بيان عاجل من النادي الأهلي على حقيقة التعاقد مع أحمد سيد زيزو من الزمالك. أرسل مسؤولون نادي الشباب السعودي خطابا رسميا إلى نظرائهم في الزمالك يطالبون الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتتجه النية داخل نادي الزمالك إلى رفض عرض الشباب السعودي أو التخلي عن زيزو كونه أحد العناصر المهمة والركائز الأساسية في الفريق الأبيض التي لا غنى عنها. وكان زيزو قد انضم لصفوف القلعة البيضاء في يناير عام 2019 وخاض مع الفارس الأبيض 200 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 65 هدف وقدم 53 تمريرة حاسمة. الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي. كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اقتراب سيد عبد الحفيظ من منصب جديد، وذلك بعد رحيله عن إدارة الكرة بالنادي الأهلي. ونشر أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: سيد عبد الحفيظ يقترب من التواجد في أحد القنوات العربية الكبيرة بداية من الموسم الجديد بعد رفضه العمل بأي منصب إداري بالأهلي. وكان سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بداية الشهر الجاري وتولى خلفا عنه خالد بيبو. ووجه النادي الأهلي الشكر والتحية لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية. وأقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي بجمع متعلقاته خلال الساعات الماضية من داخل مقر الفريق في ملعب التتش بالجزيرة بعد قرار توجيه الشكر له. ميدو يكشف السبب الرئيسي لرحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي. كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق السبب الرئيسي لرحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه كمدير كرة في النادي الأهلي. وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج ريمونتادا على قناة المحور: السبب الرئيسي في رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه كمدير كرة هو مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وأضاف: كولر في جلسته مع الخطيب اشتكى من وجود مشاكل إدارية كبيرة جدا، أهمها أن الرجل لم يكن يعلم أن أي شيء عن مواعيد مباريات الفريق في كأس الرابطة، وفوجئ بإبلاغه بالأمر قبل أسبوعين. وقتها كولر غضب بشدة وكان ذلك سبب رئيسي في طلبه بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة. واختتم: واحد من الأسباب نجاح الأهلي خلال الفترة الماضية سيد عبد الحفيظ، مهما اختلفنا معه سيد عبد الحفيظ نجح مع الأهلي وبشكل كبير جدا. سيد عبد الحفيظ ينفي الإدلاء بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي خروجه بتصريحات عبر إحدى صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات الماضية. ونشرت إحدى صفحات منسوبة لسيد عبد الحفيظ تصريحات لمدير الكرة السابق، ولكنه نفى الأمر تماما ونفى امتلاك هذه الصفحة. وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة إنه لا يملك أي صفحات على السوشيال ميديا، وقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية جراء مروجي شائعات ضده. يذكر أن سيد عبد الحفيظ قاد منصبه كمديرا للكرة في الأهلي في الموسم الماضي على مستوى عالمي، ونجح في قيادة الفريق رفقة الجهاز الفني نحو تحقيق موسم تاريخي على مستوى البطولات التي وصلت إلى 5 بطولات محلية وقارية. وعلى النادي الأهلي راحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وعرض عليه الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة شركة الكرة ولجنة التخطيط. قرار رحيله اتخذ منذ 5 أشهر الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ الجديدة بعد إقالته من الأهلي. تصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المشهد الكروي بعد قرار رحيله عن منصبه. وعلى النادي الأهلي في بيان رسمي رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصبه وتعيين خالد بيبو بدلا منه كمدير للكرة داخل الفريق. وكشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق الصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ عن الخطوة القادمة لمدير الكرة السابق بالنادي الأهلي. وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية: سيد عبد الحفيظ يرغب في تغيير نشاط عمله في الفترة المقبلة. وتابع: البداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرارا بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف. وأكمل: غير صحيح أن سيد عبد الحفيظ تلقى عروضا من أندية خارجية للعمل كمدير الكرة بعد رحيله عن النادي الأهلي، وأوضح: في الغالبية ستكون خطوة سيد عبد الحفيظ القادمة هي العمل في المجال الإعلامي مرة أخرى بنسبة 95%، ويملك عددا من العروض المميزة، وسيكون اتجاهه القادم نحو العودة للإعلام من جديد. مجدي عبد الغني يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ ويكشف الأسباب المدوية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل تم طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.